بترجيكم جيم اسمه هيومانيتي. هيومانيتي بتشبه جيم قديم كتير إذا حدا من جيلي يعني بيتذكرها اسمه ليميكس. فكرتها كتير بسيطة. طبعا قبل ما أفوت على ستوري مود بس بدي أحكي إنه في مراحل ممكن يعملوها الناس التانية، ففيك تيجي لهون وتعمل لود لليوزر ستيجز وإلى آخره، بس أنا ما حفوت عليها. وفيك أنت تعمل كمان مراحل، فإذا حابب تعمل بازلز وتخلي الناس كيف ماريو ميكر بتعمل مراحل وهكذا لحتى الناس التانية تلعبها، هذا الجيم فيها هذا الشيء. راح أعمل ستوري مول وأعمل كونتينيو وورجيكم الجيم كيف بتمشي. طبعا الجيم أنت هون هذا الكلب، وهذا الكلب عم يحاول ينقذ البشرية وياخذها عند الضوء الأزرق. ليش؟ ما بعرف، مو مهم، doesn't matter. خلينا نعمل ونشوف وننقذ البشرية بكل الأحوال. خلصت هذا أول مرحلة، هلأ بدي أعمل مرحلة هاي loop the loop، تمام؟ وبدي حاول أني حل اللغز تبع هذا المكان. الجيم كيف بالضبط؟ حيطلعوا مجموعة من البشر طالعين من طبعاً هلأ حعمل سكيب لهذا الشيء، في قصة إذا حابين تعرفوه يعني. هدول البشر طالعين من هذا الضوء وحيروحوا وطبعا حيبلشوا شو بدهم، يصلوا للشغلة اللي هنيك بالأخير، في شغلة هنيك بدهم يدعسوا عليها. فهلأ أنا شو بدي أعمل؟ بدي حاول أخذ هذا الكوماند، بدي حاول وديهم لهنيك، تمام؟ لفوق وجيب معهم هدول الذهبيين بنفس الوقت كمان. طيب كيف بعمل هذا الشيء؟ حأجي مثلا حقول أنا بدي هدول يروحوا هيك، او لا مو من هون، خلينا نجيبهم من هون. طيب نشيل هاي. فهلا انا قلت له طبعا الكلب هذا بيعطيهم اوامر، فحيمشوا من هون طبعا كلياتهم حيموتوا، مو مهم، حيرجعوا يطلعوا من الباب. نجي نعمل هيك، بس الذهبيين ممكن يموتوا يطلعوا برا الجيم. فهلا مثلا بدنا نعمل انه نحركهم بطريقه انه يصلوا على المحل اللي بدي اياه. فمثلا ممكن غير الاوردر وحط لونج جامب، تمام؟ اجي احط هاي اللونج جامب، معناها حينطوا حيصلوا لهون. هذا شو معناته هون؟ معناته انه هاي القرنه بعيده شوي، فانا حاعمل لونج جامب ثاني حيصلوا لهون وهكذا. حلو، هلا هدول حيقعوا هون. شو حنعمل؟ حنعمل لا مو هاي، هاي خليهم يجوا هيك، خليهم يجوا هيك. هلا شايفين لما دعس على هاي حسب لي انه هاي فتحت، فلاني خليتهم يكبسوا عليها. فانا هلا شو حاعمل؟ انا لاني لعبان هذه المرحله قبل وفشلت فيها المره الاولانيه، طيب فهلأ هعمل إنه هعلق مجموعة منهم هون بيفوتوا بلوب، وبعدين رح خليهم. هلأ بتشوفوا شو عم سوي. فهلأ حجيب هدول الهيومنز هيك، تمام؟ في كمان على فكرة فيك تجي تتلبسهم وتمشي عليهم إذا بدك يعني. فهذا هون حنعمل هذا هيك، وإذا حتى لو نزلت لتحت مو مشكلة ترجع تطلع فوق، أوكي؟ سو ما فيها موت الجيم، عادي. طبعا هدول حيصيروا يلفوا بهي اللفه. وهلا انا قاعد عم اجيب هدول العالم كمان، عم يجوا كمان وكمان وكمان. طبعا هلا شو حاعمل؟ حبلش اني خليهم نطلعهم على البيس الاساسيه طبعا هلا، او مو اللي هي الاخرانيه هاي، وححاول مشان اخذ بوينتس، اوكي؟ مشان اخذ بوينتس وانلوكس انه اجيب الاثنين الذهبيين معهم. اذا وقعوا الذهبيين لتحت بنخسر المرحلة، فأنا ححاول جهز قبل ما هذا. هون إذا حطيتهم على هذا لما تشوف هذا المنظر معناها بيقدروا يتسلقوا لفوق، تمام؟ هلأ هون مثلاً خلينا نقول ما بعرف هذا حيمشي الحال ولا لا، فأنا شو ما بدي خاطر رح أشيل هاي. وهلأ هدول حيضلوا عم بيلفوا مشان يضلوا كابسين الزر، حيضلوا هدول عم يدوروا هون إلى الما لا نهائية وما بعدها. اما هون اللي حيصير هو انه انا بدي شو بدي زبط، نشوف شو حيصير هون. هلا اذا اجوا هدول هيك حيقعوا تحت، فنحن شو حنعمل؟ حنعمل اللي هي الجامب. فلما يعملوا جامب عم ينطوا من فوق الزلمه. طيب اذا عملنا جامب من هون عم ينطوا فوق الزلمه وعم يركبوا على الحيط. حلو، معناها نعمل جامب من هون
حيجيبوا هذا معهم ويطلعوا لفوق. طبعا هون عم يقول لي انه ستيج كومبليت، بس نحن شو حنعمل؟ رح نقول له لسه. اه حسب لي اياها اوريدي. طيب خير، فكان لازم استعجل اكثر، خلينا نفوت مره ثانيه ممكن نعيدها او الى اخره. المهم بدنا نوصل هدول. فهذه هي الجيم بالضبط. طبعا هون حنعمل هذا الشيء. هلا اوريدي حاطط لي الاشياء اللي انا بدي اياها، فالموضوع حيكون اسهل بكثير. فينا نكبس شيفت مشان يمشي بسرعه، خليهم يعملوا الحركه تبعهم، وبعدين راح اقص هاد. هلا بشوفوا شو قصدي. حلو، هلا هدول الاثنين هدول كله قاعدين عم يدوروا هنيك، فانا حشيل هاي وحجيبها هيك. شايفين حتى هذا الذهب اجى معهم، حيجوا ياخذوا هذا معهم كمان. والمفروض انه هلا شايفين هذا بيتعبى بصير اخضر، وهيك بتخلص المرحله فجبناها معنا. حلو، نعمل نكست. طبعا لما تاخذ هدول حيلفل لك هدول، بس تعبي كل البار حيعطيك ability. مثل مثلا انك تسرع الجيم، ما كان عندنا تسريع الجيم. فمثلا بس تلم هدول الذهبيين بيعطيك تسريع الجيم، بيعطيك مثلا فكره انك تنط اعلى، عرفتوا كيف؟ انت ككلب. اوكي 3 تاورز هون عم يقول لك انه فينا ننط وفينا نعمل هاي. طبعا هدول هون قاعدين عم يعملوا عم يفوتوا هون، فنحن شو حنعمل؟ هنشيل هاي، حنعمل هاي، حنقول لا شيل هاد، نعمل هذا هيك. هدول طبعا حيجوا يلفوا لهذيك الجهة، حنشوف هلا شو ممكن نعمل هون. روح لفوق، بعدين انت حتروح يمين، وانت هون طبعا لاحظوا هلا حط لي هذا الطريق، فهلا حنعمله انه حنخليهم ينطوا من هذا الباب ويروحوا هذيك الجهة. هلا حيجوا من هون، ايوه روح هيك. هلا فتحنا هذا الطريق مره ثانيه، فهلا حنشوف شو بدنا نجيبهم هدول الشباب ونعمل لهم هيك، بعدين هيك، بعدين جامب، بعدين لفوق. حلو، بعدين لا شوفوا شو حسوي، حجيب هي هيك، بعدين هاي هيك، وهون لونج جمب. طبعا طيب هاد هيك. فتح الازاز، فلا صار فيهم يجوا على هذا المكان. بس انا هيك المشكله هي انه اوكي فهمت. هنشيل هاد، شايفين؟ فهي لغز. هنشيل هاد وهاد وهاد. اول شيء نجيبون يمين، بعدين حنعمل لونج جامب هون، حيطلعوا اوكي، وبعدين هون اللي حاعمله هو حقول له روح هذا يمين، وبعدين هذا روح لتحت. واللي حيصير انه حيعملوا لفة هون، بس لانه بعد شو بعد ما قال له هذا طلع هيك، رح يتسلقوا حيجيبوا الزلمة هاد، وبعدين حينزلوا لتحت. بس ما بعرف اذا حيموتوا اذا نزلوا لهون، بنجرب ما في خسارة. ممكن نعيد، ايه ليك حسبها. فهلا حيصيروا يدوروا بهاي الدوارة هيك لحتى شو، ايوه هون هيك نركب فيهم، بعدين ايه هنعمل لهذا كانسل، حنجيب هذا هيك، حنجيب هذا هيك، حنجيب لهذا كانسل، حنجيب هذا هيك، وحنجيب هذا الشيء، لا مو هاد، هاد طلع لفوق، بعدين روح هيك لفوق، بس
هلا هذا بدنا نجيبه كمان. فشو حنعمل؟ طبعا هدول حيصيروا يلفوا هاي اللفة. فاللي حنعمله هو انه حنقول لهم لا تعالوا هيك لتحت، بعدين هذا لفوق، ماشي؟ بعدين حنجي لهون حنقول له لهذا روح هيك، حنيجي نقول له اعمل لونج جامب. ايه هذا لونج جامب، هون حنقول له لفوق، هون حنقول له يمين. وهلا المفروض اذا عملنا هاي، اطلع. شايفين؟ فانت عندك هذا اللغز بدك تبلش تحله. يعني نركب نعمل بوزيس ونستعمله كجسر. اوكي هيك تمام. هلا بس الشغله الوحيده الباقي يعني حنعمل هذا هيك، والمفروض انه شو، طبعا في اجت غيمه وهيك، حيلفوا هاي لفه، حيجيبوا هاد، حيطلعوا لفوق، حيروح يجيبوا هاد، حينطوا، حيجوا على هاي البلوك اللي هون، المفروض يجيبوا معهم كل الذهبيين. طبعا احنا حننتظر لانه حيخلص الاخضر، بس عادي خليك كابس الكويك، لا تعمل نكست لحد ما يصل الجولدن. هيك نحن خلصنا. هاي هي الجيم، هاي هي الجيم ببساطه. طبعا الابيليتيز مع الوقت هذا بيجيك ابيليتيز جديده والقصص هاي، مثل مثلا نطه قصيره، نطه طويله، نطه عاليه، نطه مدري شو، سرعهم خليهم يركضوا، هيك اشياء بتصير تعطيهم ابيليتيز جداد. ممكن تجي هون تعمل هاتس ابلاي، ناخذ هاتس ونعمل هاي. هون مثلا قول هون عطاني الابيليتيز هاي جامب وتيرن، اوكي معناتها نفسها، بس في بعض الاماكن بصير بيعطيك كمان اشياء تانية. هون مثلا شوفوا هون في مي، فممكن يصيروا يسبحوا بالمي الهيومنز تبعونك، وبدك توصلون لهذا المكان. هلا ليش هيومنز وليش وشو هذا الكلب، حخليكم انتم تستكشفوا. اوكي يمكن فلوتن واتر، فشوف هلا هدول يدخلوا هون قاعدين عم يسبحوا بالمي، شايفين؟ حيطلعوا هلا من هون هيك ويجوا لهون. هلا بصير شو كمان ممكن اعمل؟ ممكن اذا قلت الهاي جمب حيطلعوا لفوق، يعني مثلا اذا عملت هيك بعدين عملت هيك، شو حيصير؟ هدول حيطلعوا ولا ما حسبهم؟ اما المفروض يطلع لي اياهم لفوق. ممكن لازم هون شيل هاي، واذا حطيت هون هاي جمب حيطلع على الطابق الفوقاني. هلا نشوف. يلا يلا جو جو جو. هلا صاروا اعلى شوي، فهيك بصير تقدر تتحكم فيهم اكثر. مهم، هاي هي هيومانيتي. شوفوا طبعا عندكم مراحل بتكبر وكذا، وانت فيك تبني مرحلتك بنفسك مثل ماينكرافت، تحط البلاطات وبتظبط الامور. مهم، هاي هي الجيم. شكرا كثير، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. بشوفكم بعدين.